بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. من بين الأمور التي تحدث عنها القرآن في يوم القيامة عندما تضم القيامة المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات، وكيف وماذا يطلب هؤلاء من هؤلاء، وما هي الحالة التي يكونون عليها، وما هو الحوار بينهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني كأن الله يمثل المؤمنين والمؤمنات إما في مجتمع يجمعهم جميعاً، وإما في مسيرة في القيامة. وعندما ينظر الناظر إليهم فإنه يرى النور يتحرك بين أيديهم، يعني أمامهم، فيكشف كل الظلمة التي تحيط بالموقف. هذا النور بين أيديهم وبأيمانهم أيضاً، كأن اليمين تشع نوراً، وهذا النور هو رمز لنور الإيمان ونور العمل الصالح. فهذا النور الذي بين أيديهم هو نور الإيمان، والذي تتحرك من خلاله مساعي الإنسان في الخير وفي الحق وفي العدل، لأن الإنسان المؤمن هو الذي تكون كل مسيرته وكل مساعيه في خط الخير للناس، لأن الإيمان يفرض عليه ذلك. وأما النور الذي هو باليمين، لأن اليمين هي الأداة التي يعمل الإنسان الخير بها. عادة الإنسان لما يشتغل بشكل عام، إلا العسراوي مثلا، هذه حالة شاذة ما تعتبر حالة طبيعية. الإنسان بشكل طبيعي هو يقوم بكل عمل الخير، إن كان بالعطاء عندما يعطي، إن كان بالحرب عندما يحارب، عندما ينتج الإنسان ويعمل سواء في الزراعة أو في الصناعة أو في أشياء، كلها بيمينه عادة. ولذلك لاحظ أنه علامة الإنسان المؤمن في يوم القيامة هو الذي يؤتى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فاليمين هي رمز الأداة التي يستخدمها الإنسان لكل عمل خير كما في عمل الشر. هؤلاء مؤمنون، فلا بد أنهم يستخدمون أيمانهم في عمل الخير، فإذا هذا العمل يتحول إلى نور. وإذا الإنسان نجد أنه المؤمنين، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويأتيهم النداء من قبل الله سبحانه وتعالى: بشراكم، البشارة، يعني يكونوا في انتظار نداء الله سبحانه وتعالى الذي يعطيهم قرار المصير، مصير الأبيض. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. لأنه الإنسان، الفوز يعني النجاح. هناك فرق بين الفوز الذي نحصل عليه في الدنيا، يفوز الإنسان بجائزة من خلال المسابقات أيًا كانت، أو يفوز الإنسان مثلاً بالربح الذي يجنيه من خلال عمله، أو بما يحقق طموحاته في الحياة، في النجاح العلمي والنجاح السياسي والنجاح الاجتماعي وما إلى ذلك. هذا فوز ولكن محدود، لأن حدوده هي حياته، وربما يزول في داخل حياته. يعني الإنسان ربما يربح بالأول ويخسر بعد، ينجح بالأول ويفشل بعد ذلك، ينتصر في الأول وينهزم بعدين، أو أنه تمتد فيه إلى حين موته. أما المصير في الآخرة وهي الجنات، هذه في خلود، هذه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الحياة الممتدة التي ليس فيها موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني يذكروا الموتة الأولى، وإلا بعدين ما في موت في الموضوع هذا. فلذلك الله عبر عن ذلك بالفوز العظيم، يعني الفوز الذي يمثل العظمة في نتائجه، في طبيعته وفي نتائجه. هذا جو المؤمنين والمؤمنات في يوم القيامة. نأتي إلى جو آخر، أو تجمع آخر، أو مسيرة أخرى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظرونا، يعني كأن المنافقين والمنافقات الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، هؤلاء كأن يمشوا في ظلام، ما عندهم نور، لأن كفرهم بالله هذا يمثل ظلاماً روحياً وظلاماً نفسياً وظلاماً عملياً أيضاً. وكذلك بالنسبة إلى اليمين، فمساعيهم كلها مساعي على خلاف الخط المستقيم الذي يرضاه الله ويحبه، وأيمانهم أيضاً لا تعمل الخير. فلذلك هم يعيشون في يوم القيامة في مناخ مظلم. هن يطلعوا إلى المؤمنين والمؤمنات ويرون أنهم يسيرون في نور، فيقولون لهم: انظرونا، يعني انتظرونا، لا تستعجلوا، نقتبس من نوركم حتى ناخذ. أسا هو النور شو كان بذاك الوقت؟ هل هو نور ينطلق من شعلة، أو من آلة مثلا مثل المصابيح الموجودة أو غيرها؟ الله أعلم. فنقتبس، يعني كأنه في شعلة، نأخذ من هذا النور حتى يضيء لنا الطريق التي، أو الجو الذي نحن فيه. يقول: يوم يقول المنافقون والمنافقات انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم.
فارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ما في هذا نور الإيمان، نور العمل الصالح. ارجعوا وراءكم يمكن يكون كناية، وراءكم يعني ما خلفتم من الدنيا، كيف كنتم تعيشون في ظلمات الكفر وفي ظلمات الشر وفي ظلمات الظلم والباطل وما إلى ذلك. ما عدنا احنا، احنا هذا النور ليس باختيارنا. ان ترجعوا فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. بالأول كانت ساحة مفتوحة، يرى هؤلاء هؤلاء ويرى أولئك أولئك. بعدين فضرب بينهم بسور، حاجز باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين جهة الجنة، وظاهره من قبله العذاب، يعني حاجز بين الجنة والنار. فهم صاروا في دائرة النار والمؤمنين بقوا في دائرة الجنة. وقفوا هني وراء هذا السور. كان بالأول خطاب مباشر، يعني هولي يرونهم ويرونهم، الآن صار لا حاجز، صارت المسألة بالحوار من وراء السور أو الصراخ. ينادونهم ألم نكن معكم؟ كنا بالدنيا كنا معكم، كنا نعيش بمحلة واحدة، قرية واحدة، مجتمع واحد، كنا أقرباء، كنا أصدقاء، مواطنين، كيف أنتوا صرتوا هون وإحنا صرنا هون؟ يعني كنا المجتمع واحد فلماذا تفرقنا؟ ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، لكن الفرق فرق العمل، ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني أنتم استسلمتوا للافتناء افتتان بزخارف الحياة وبأطماعها، وأهلكتم أنفسكم بالنفاق، لأنكم وقد قامت الحجة عليكم من قبل الله سبحانه وتعالى بالعقل الذي رزقكم الله إياه وبالوحي الذي أنزله عليكم وجعل نبيه ينذركم به أو يبشركم به. فأنتوا فتنتوا أنفسكم وأبعدتموها عن خط السلامة وعن خط الاستقامة من خلال النفاق، لأن الله توعد المنافقين بالنار. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، يعني أنكم تربصتم بالمؤمنين، أن تنتظروا متى ينهزم المؤمنون عندما يدخلون في معارك مع المشركين، متى يسقطون، كنتم تتحالفوا مع المشركين وتنتظروا متى يسقط المؤمنون حتى تكون الغلبة لكم والشماتة منكم. وتربصتم وارتبتم، يعني بدأتم في حال الشك في الله والشك في رسوله والشك في الوحي والشك في الدين، ولم تأخذوا بأسباب اليقين وهي متوفرة عندكم، لأنكم عطلتم عقولكم ولم تنفتحوا على الحوار وعلى السؤال. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وغرتكم الأماني، غرقتم بالأحلام. والشيطان طبعا هو عمل على أساس أن يربطكم بالأحلام الخيالية غير الواقعية، وهذه غرتكم هذه وخدعتكم فاستسلمتم لها، ككثير من الناس الذين يأخذون بأسباب الباطل
ويسيرون مع الظلمة ومع المستكبرين، وهم يظنون أنهم سيحصلون على الدنيا كلها، ولكنهم لا يحصلون في النهاية على شيء في نهاية المطاف. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وهو الموت، وغركم بالله الغرور وهو الشيطان، لأنه كما ورد في القرآن يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية مهما دفعتوا حتى تنقذوا أنفسكم من مال، ولا مال لكم أساساً، لكن لو كان عندكم مال لا يقبل، لأنه يوم القيامة سكر الباب، عندما يموت الإنسان يغلق باب العمل. اليوم عمل كما ورد في الحديث، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لذلك إذا يريد الإنسان يرتب أوضاعه يكون يرتبها هون، لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم، يعني التي هي أولى بكم. مولاكم يعني أولى بكم، وعلاقتكم بالنار مش علاقتكم بالجنة، وبئس المصير. وأي مصير أكثر من أن الإنسان يخلد في النار ويعيش في سخط الله وفي عذابه. وهناك حوارات بين أهل الجنة وأهل النار، نأتي إليها بعد ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.